السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم. ان شاء الله تعجبكم وصفتنا لنا اليوم. اليوم راح نديروا بغرير من اروع الوصفات اللي تقدروا ديروها، ووصفه سهله سريعه بسيطه. وبمناسبه المولد النبوي الشريف راح الناس بزاف يحتاجوا هذه الوصفه. ان شاء الله تعجبكم الوصفه. ما تنساوش الاشتراك في القناه، تفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، ولدعم القناه على المواصله. والوصفه مكتوبه في صندوق الوصف بالتفصيل. مباشره راح نروحوا مقادير وصفتنا لنا اليوم. عندي كميه من السميد الناعم. هنا بالنسبة لي استعملت سميد أرطب، والكأس اللي قست به هو كأس 150 مللتر، هو الجوبلي، يعني الجوبلي راح يرفد 150 مللتر. رايحين نحتاجو 3 كؤوس من السميد الناعم. هنا إذا كان عندكم سميد متوسط ديرو كأسين من السميد المتوسط وواحد فارينة، يعني 2 كيسان سميد وواحد فارينة إذا كان السميد تاعكم متوسط. لكن إذا كان السميد تاعكم رقيق رطب ديرو 3 كؤوس من السميد. هنا الكأس يكون ممسوح فقط، ما يكونش معمر مليح كما راكم تشوفوا. الكأس يكون ممسوح فقط. بالنسبة للكأس 150 مللتر راح نديروا ملعقة كبيرة ما تكونش معمرة مليح خميرة الخبز، يعني تكون ممسوحة ما تكونش معمرة مليح. إذا كان الكأس اللي قستو به 240 ولا 250 مللتر ديروا ملعقة كبيرة تكون معمرة مليح. راح نضيف عليها نصف ملعقة كبيرة من الملح، ملعقة صغيرة خميرة الحلويات. وأهم حاجة والسر باش يجيكم البغرير تاعكم خفيف راح نضيفوا بيضة كاملة. هنا إذا استعملتوا كأس 150 مللتر ديروا بيضة واحدة حتكون كافية. إذا استعملتوا كأس أكبر 240 ولا 250 ديروا بيضتين. عتكون عندنا ملعقة كبيرة من الخل. راح نحطوا الخل على خميرة الحلويات باش خميرة الحلويات تتفاعل معانا. راح نحتاجوا 4 كؤوس من الماء الدافئ. الماء تاعنا يكون دافئ فقط، ما يكونش سخون بزاف باش ما يقتلناش الخميرة. يعني هنا درت لكم الوصفة بالتفصيل، ان شاء الله تجربوها وتنجحوا فيها، لانه مولد نبوي شريف يعني اغلبية الناس يديروا البغرير. هنا رايحين نبداو نخلطو بالبرا. قبل ما نخلطو بالبغا ميكسور، هنا نخلطو اولا السميد تاعنا هكذا قبل ما نشعلوه. نخلطو السميد تاعنا باش يتجانس مع الماء، ومن بعد رايحين نعجنوه بالبرا. حتى نشوفو السميد تاعنا تجانس مليح من بعد نشعلو البرا. هنا بعد ما بدينا نشعلو في البرا نتوقفوا عند ما نشوفوا انه الخليط تاعنا تشكلوا فيه فقاعات بهذا الحجم، يعني يكونوا فقاعات بزاف. هنا راح نخليو الخليط تاعنا يرتاح مده 10 دقائق. هنا في الاول راح تحسوا قوام الخليط تاعكم راهو سائل، لكن بعد ما تخليوه يرتاح راح يزيد يشرب السميد هذاك، يشرب كميه السوائل اللي فيه. خليوه 10 دقائق ونوليو. هنا لازم تخليوه يريح 10 دقائق ماشي اقل. في هذا الاثناء انا هنا هنطيبه في مقلات، راح حطيتها على النار. النار تكون عاليه، تكون فوق المتوسطه، تكون نار عاليه. واذا كان عندكم الطاجين كذلك لازم الطاجين تاعكم يكون سخون. شوفوا القوام تاعو كيفاش. راح نعاودو نخلطوه من جهه اخرى في المقلاة تاعي. حندير في الورق شويه زبده ونمسح بها الخليط هذا. تقدروا ديروا زبده ولا زيت، ونحطو البغرير تاعنا. هنا باش يجيكم البغرير كيما الشهده لازم النار تكون عاليه، النار ما تكونش ناقصه. هكذا بهذه الطريقه حتى نكملوا كل الكميه اللي عندنا. هنا ناكد لكم انه النار تكون قاويه، ومن الاحسن انه المقلاة تاعكم تكون ثقيله ما تكونش لي خفيفه.
يعني شوفوا كيفاش راح يجيكم يعني مثقب من اروع ما يكون، من اجمل الوصفات اللي تقدر ديروها واحسن الوصفات اللي تقدر ديروها. هنا تحبوا تمسحوه ديروا له الزبده، ولا ديروا له زيت زيتون، ولا ديروا له الشيء اللي تحبوا ديروه. بالنسبه ليا انا هنا كاين اللي درته بالزيت زيتون، وكاين اللي درته بالمارغرين، وهنا كاين اللي يديروا السكر، وكاين اللي يحب العسل، كاين اللي يحبوا يديروا الشربات. يعني لكم الاختيار فيما بعد. اهم حاجه انه هي العجينه كيفاش راح تكون، ومقادير العجينة كيفاش راح تكون. يعني هنا تشوفوا في الإضاءة تاع برا كيفاش راح يجيكم، من أروع الوصفات اللي تقدر ديروها. جربوها وخليونا رأيكم في التعليقات أسفل الفيديو. بالنسبة لي هنا كنت درت له يعني الشربات، عسيلة تكون خفيفة ما تكونش ثقيلة، تكون ما بين الشربات وما بين العسل، كما تقدروا ديروا السكر. ان شاء الله تعجبكم وصفتنا لنهار اليوم. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد ولدعم القناة على المواصلة. وما تنسوش كذلك تزوروا مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالقناة، كذلك راح تسيبوا فيها وصفات اخرى. ان شاء الله تعجبكم الوصفة.